ازاي اعمل روتيشن للفيديو واخليه يلف 360 درجة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة دي هعلمك ازاي تعمل روتيشن للفيديو، تلفه يمين او شمال او 360 درجة. يلا بينا. انا مثلا لو عندي الفيديو ده كده وعاوز الفيديو يلف شوية كده يعمل روتيشن، كان يمين او شمال، تمام؟ يعني لو انا مثلا الفيديو متصور غلط ولقيت الفيديو مش معدول وعاوز الزبط سنة يمين او سنة شمال، او هو متصور مظبوط بس انا مثلا عاوز اعمل الزاوية الهولندية، اعمل ايه؟ ببساطة بروح على قائمة الانسبكتور وبختار الروتيشن انجل، اوكي، اللي هي زاوية الدوران. اهو هنيجي كده يمين، تمام، او شمال اهو يا شباب. ودي حاجة ترجع لك اهو، انت اللي بتبقى عاوز تعمل الروتيشن ده بمزاجك عشان في حاجة معينة انت عاوز توصل لها. ان كان هتعمل روتيشن للفيديو من ناحية اليمين او من ناحية اليسار، او انت مثلا عاوز تعمل الزاوية الهولندية، اوكي، اهو بتبدأ تظبط بقى ايه حسب الوضع اللي انت وقفت عليه. نزود شوية كده، اهو ده في حالة ان انا عاوز اخلي مثلا اللقطة او الزاوية تبقى الزاوية الهولندية، انا حابب الشكل ده كده مثلا، فانا بوصل بالنتيجة اللي انا عاوزها للصورة اللي انا عاوزها. فانا هنا عملت الروتيشن على اساس مثلا ان انا هوصل للزاوية الهولندية دي، الزاوية المقلوبة. انا حابب اقدم مثلا برنامج كده، فانت بتعمل الفيديو او الكليب على حسب رؤيتك انت اللي انت شايفه. المهم ان احنا عرفنا ان الروتيشن من هنا في قائمة الانسبكتور. بس كده يا شباب، وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا، وياريت تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان تستفادوا من كل حلقاتنا، ولو لايك وكومنت وشير يبقى كتر الف خيركم. السلام عليكم.